نروح لاخبار نادي الاهلي. محمد يوسف، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، بيرفض رحيل الثلاثي الاجنبي عن الاهلي اللي هم جونيور اجاييه وعلي معلول ووليد ازارو. هو شايف ان هم من الركائز الاساسيه اللي نجحوا مع النادي الاهلي ونجحوا النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، وصعب جدا التفريط فيهم.